In the name of the Father, and the Son, the Holy Spirit, one God. Amen. The Gospel today, our Lord speaks of different topics together. بيتكلم ربنا النهاردة في مواضيع مختلفة مع بعض ويربطهم حاجة معينة. المواضيع ابتدت, the subject of his discussion, of his talk, was not a discussion, he's giving a talk, about who is the greatest in the kingdom. Who is the greatest in the kingdom? So what is the kingdom of God? مين أعظم في ملكوت السماوات؟ سألوا ربنا يسوع المسيح التلاميذ. إيه هي ملكوت السماوات؟ إيه هو؟ ملكوت السماوات في الإنجيل هو ربنا يسوع المسيح نفسه. The kingdom of God is the Lord himself. He is like the little seed, that little seed that will have to be buried so that will bring the church. And when the church matures, the church has to be harvested and taken to God's house. That's the kingdom of God. So Jesus is the kingdom. And a little seed, he is one. But he has to be buried in the ground. When he's risen, there will be a church. And when church is full and mature, and we're about to have that. We're about to have the church taken up, actually. That's what I believe. We're coming very close. It might not be in our generation, but we're closer than ever. فبيقول الملكوت هو حبة زي حبة الحنطة. ربنا نفسه هو الحبة دي. لما زرع في الأرض طلع إيه؟ لما طلعت الكنيسة. ولما الكنيسة تكبر وتستوي ربنا يعمل فيها إيه؟ يحصدها ياخدها. هو ده المقصود, ده الملكوت. فلما أنا أسمع يقولوا له كده مين الأعظم في ملكوت السماوات, يعمل إيه هو؟ عمل إيه؟ جاب عيل صغير طفل وقال لهم اللي يضع نفسه زي الطفل ده هو أعظم واحد في الملكوت. يعني سؤال باختصار شديد جدا, مين أعظم حد عندنا في الكنيسة النهاردة؟ البطرك؟ أبونا؟ مين أعظم حد في الكنيسة على حسب مقياس بتاع ربنا يسوع المسيح؟ The babies, the little kids, هم دول الكبار في الكنيسة في نظر ربنا. عشان كده القديسين العظام جدا اللي احنا بيشدونا كانوا ناس بسطة, ناس بسطة, مش ناس حكمة ولا أغنية ولا أقوية, كانوا ناس بسطة جدا. أعظم حد في الكنيسة هو الطفل, هو الطفل. تخيلوا بقى لما يكون عند أعظم ربنا أعظم حد هو الطفل, ويجي حد يوسخ الطفل ده ويعلمه إيه؟ الخطية. ربنا يعمل فيه إيه؟ لما يكون أغلى حاجة عند ربنا اللي هو شايفها دي حاجة كبيرة قوي, حد مننا يجي يفكر إنه ممكن يعلمه الخطية, يوسخ ذهنه أو يهمله, يعمل إيه في ربنا؟ لما أحسن حاجة عنده, تخيل لما حد يجي عندك كده في البيت ويجيب أجمل أكلة أو أجمل طقم سفرة وأجمل حاجة وروح إيه مبهدلها لك, تحس بإيه؟ عشان كده ربنا قال كده, قال من يعصر أحد هؤلاء الأطفال الصغيرين دول أحسن له إيه؟ قال له أحسن له ينتحر. شوف الانتحار إحنا بنسميه خطية عظيمة جدا, حاجة ضخمة يعني تخلي الواحد ما يروحش السماء. فقال أهون إن هذا الشخص ينتحر, يرمي نفسه في المية ويعلق في نفسه حجر ويرمي نفسه في المية, من إنه يعمل حاجة زي دي. فأول حاجة, عشان أنا بتكلم بالعربي عشان أنتوا الكبار, أول حاجة خدوا بالكم منها عيالكم الصغيرين. احنا النهاردة في زمن كل واحد قافل على نفسه, لكن انتبهوا كويس قوي للعيال, ما تخليهمش يعصروا, ما نسيبهمش يتحطوا في موقف يتعلموا فيه الخطية يبعد عن ربنا. دي مسؤولية علينا. واحدة من الحاجات اللي بنعملها والإهمال بتاعنا ان احنا بنسيب العيل للإنترنت من غير مراقبة. طب مش ده عصرة؟ ومسؤولية مين دي؟ لما العيل يقعد قدام الانترنت يتفرج على حاجات مش مفروض يشوفها ويسمع حاجات مش مفروض يسمعها, مسؤولية مين؟ عيل عنده 3 سنين ولا 4 سنين ما يعرفش حاجة خالص ويبدأ يتعلم حاجات يعرفها اللي عنده 20 سنة و 25 سنة, مين يتحاسب على دي؟ لما أشوف العيل
مع اصحاب وبيتعلم منهم حاجات مش كويسه وطنش. لما اشوف العيل بيقول كلام وحش وطنش. اقول لكم حاجه، الام لما وقفت في المعموديه ورفعت ايدها قدام المعموديه قدام ابونا قدام الكنيسه قدام الناس اللي جايين يحضروا المعموديه وقالت اتؤمنين على هذا الطفل؟ قالت امان. طب ترفع ايديك ليه؟ ترفع ايديها ليه؟ والكنيسه تصر ان لازم الام ترفع ايدها والاب كمان. ليه؟ ايه ده؟ لما حد يعمل كده بيعمل ايه؟ بيحلف، بيحلف قدام ربنا. في حلفان في الكنيسة؟ اه فيه، في الاسرار. كل سر احنا بنحلف وبنقسم ان احنا نتعهد ان احنا نعمل الجزء بتاعنا في العهد كده. ربنا بيحلف، ربنا بنفسه انه هياخد باله منا، واحنا بنحلف ان احنا نعمل اللي علينا اللي الوصية بتاعت ربنا. فبالتالي لما بتحلف الام على العيل عندها واجب جبار جدا ممكن يستلزم منها الموت. يعني ممكن توصل لحد الموت ان الام تدافع عن العيل ضد الخطية. وبعدين ربنا يقول الجزء الثاني، الجزء الثاني هو قال ايه؟ ما تعسروش الصغيرين وما تسيبهمش يعصروا. حته صغيره هقولها في الاخر، ما تسيبش عيل مع حد لوحده حتى لو كان اخوك ولا ابوك ولا عمك ولا قريبك. الكنيسه مليانه بقصص، مليانه بقصص. كان الانبا بولا يقول لنا لما بيتكلم في المشاكل عن حاجات صعبه جدا الانسان ما يقدرش يستحملها، ازاي ان المشكله ممكن تيجي من اقرب الناس. ما فيش حد نثق فيه زي الام وزي الاب. ما تسيبش العيل الصغير مع اخ كبير، مع خال، مع عم، مع مش بقول لكم ان انتوا تشكوا في الناس القريبين منكم، بس ما نحطش تجربه. انتوا عارفين لو العيل حد اعتدى عليه وهو في السن الصغير بيحصل ايه؟ بيتدمر تماما. الولد بيفقد رجولته للابد، صعب جدا ان احنا نرجعها له تاني. والبنت بتفقد احترامها لنفسها. وتلاقوهم بعدين لما يكبروا، دلوقتي الامراض الجديده بقى اللي طالعه، اللي يقطع في نفسه واللي يجيله اكتئاب مش عارفين يطلعوا منه. ليه؟ عشان اب وام اهملوا يوم ولا ساعتين. انتبهوا، القصه دي خطيره جدا. مفيش حاجه تعوض الانسان ولا تعوض ربنا على اللي بيحصل، مفيش حد. وبعدين احنا بنسيب الفرصه للشخص الكبير ان يعمل حاجه، قد يكون عنده مرض، قد يكون عنده مشكله، وبنسيبه. ما بنقدرش لا نحمي ده ولا نحمي ده. فدي نقطة خطيرة. أنا كل شهرين تلاتة زي ما أو كل تلات أربع شهور أكلمكم في الموضوع، إنه موضوع مهم وخطير ما نهملش فيه. ما تسيبوش العيل مع حد خالص. الجزء التاني يتكلم فيه ربنا، يتكلم على إحنا بقى، إحنا. يعني هو الأول قال ويل لمن تأتي ليعسر العيال الصغيرين دول، ويل ليه. أحسن له يعلق نفسه في الحجر ويرمي نفسه في المية. وقال لنا إحنا الكبار انتبهوا كمان، لأن العصرات هتيجي، هتيجي لابد من العالم، من العصرات. العالم لابد هيجي فيه حاجة تبقى معصرة. مفيش أكتر من العصرات النهاردة. ما كانش في أيام البابا كرولوس الإنترنت المفتوح والإباحيات اللي موجودة عليه والإمكانية إن الإنسان يتفرج على الخطية سهل جدا بتكة زرار. ما كانش فيه كمية الافتراء والشتايم العلني على كل الناس، مفيش أي احترام لأي حد في أيام القديسين دولة اللي احنا قدام عينينا بنشوفها كل يوم نتفرج عليها، وأصبحت شيء عادي زي المية. كان أي حد يتشتم وأي حد يتقال عليه أي كلام، ومفيش أي حدود ولا ليميت لأي حاجة. ما عادش في حاجة لها أي حدود. من الحاجات اللي انا شايفها دلوقتي بتحصل اليومين دول وهقول لكم عليها ولازم تاخدوا بالكم منها، لازم انبهكم، الكنيسه بتتهد، العالم بيهدها، ومش العالم والناس اللي جوه الكنيسه كمان. يعني نعم انا ممكن يكون في كاهن وحش، كان في اسقف وحش، لكن ليه انا اهد الكنيسه كلها عشان خاطر اليهوذا اللي موجود في وسطينا؟ مش دي سكه ربنا ابدا. احذروا من دي. بالاضافه بقى هقول لكم حاجه ثانيه كمان، اللي احنا فيه النهارده والوضع اللي احنا فيه النهارده، والكنائس ابتدت تقلل عدد الناس اللي بتحضر، والواحد يحضر الكنيسه مره كل شهرين ثلاثه، هيجي وقت هنتعود ان احنا ما نروحش الكنيسه. يبقى ده طبيعي زي ما حصل في كنائس تانية. في كنائس ارثوذكس الواحد يروح الكنيسه مره في العيد
تلاقي كنيسة فاضية، مفيش حتى شباب، مفيش عيل صغير في الكنيسة، كلهم ناس عواجيز من الجيل اللي فات اللي اتعلموا يروحوا الكنيسة، اللي كانوا يعرفوا يروحوا الكنيسة، انما الجيل الجديد اتعلم ما يروحش الكنيسة. الكنيسة مش حاجة مهمة. النهاردة بقى الكنيسة أصبحت مصدر خطر، هتيجوا الكنيسة هتاخدوا إيه؟ عدوى. فأصبح هيجي بعد ما نخلص القصة دي اللي هتاخد لها سنة، إيه اللي هيحصل في السنة دي؟ إحنا اتعودنا بقى إن الكنيسة أصبحت من الحاجات الغير مرغوب فيها، حاجات حتى لو مش مرغوب فيها، الحاجة السنوية اللي ملهاش أهمية. أهم حاجة الإنسان يحافظ على حياته المادية وحياته وصحته وكده. ما عندناش الروح بتاعة الاستشهاد زمان، لما كان الواحد يروح، كان اللي يحضر الكنيسة في أيام الرومان وفي أيام العرب لما حكموا مصر معرض لإيه؟ للموت. يعني هو لما بيتعمد ويخش الكنيسة، لما يروح الكنيسة هو معرض للموت. ما عندناش القصة دي النهاردة. عندنا لأ، مروح الكنيسة لو هيأثر على صحتي وهيديني مشكلة بلاها. عشان كده أنا شايف ناس كتير بتستغنى اليومين دول. يقول لك أبونا أجي الساعة 6 7 الصبح، يعني معناها تصحيني الساعة 5:30 ليه؟ وبعدين أطلع أقف بره في الحر، فين الإير كونديشن؟ فين الضلة؟ ايه ده ايه؟ هنا ربنا بيقول لنا انتبهوا بقى، عشان العصرة دي مهمة قوي. حكة العصرة دي، ان اعصرتك عينك ايه؟ لانك اهم تفكر في ملكوت السماوات اللي هتخشه. معنى اصح، الملكوت السماوات حقيقة احنا بنعيشها، في ملكوت هنروحه واحنا بنجهز نفسينا ليه. لو العين دي هتبوظه اشيلها. انا اقول لكم حاجة، في ناس في مصر بيروح يتبرع بكلية ياخد له فيها 50,000 جنيه ولا حاجة عشان يجي أمريكا. يقول لك خليني بكلوة واحدة وأروح أمريكا. أمريكا إيه يا عم؟ يعني أنا ممكن أضحي بعضو عشان أنقل مكاني وأعيش حياة مستقرة وأعيش لي 50 60 70 80 سنة، وبعدين كله في التراب، سواء التراب بتاع مصر بتاع التراب بتاع أمريكا محصلة بعضها. لكن الملكوت هنا ربنا بيقول إيه؟ ما تبخلش عن الملكوت بحاجة، ما تبخلش عليه. تخش على الملكوت بانك انت تفقد ايد ورجل، مش ان انت تصحى ساعة بدري او ان انت توقف شوية في الشمس. فاحنا عايز اقول لكم الوضع اللي احنا فيه النهاردة يقول ان احنا هنخلص من القصة دي بعالم تاني خالص، بجو تاني. كل اللي احنا نعرفه وتعلمناه هيروح، وهتيجي مجموعة تانية، قصة تانية وهنعيش فيها. ودي جزء من التحضير للنهاية. القديس بولس في كلامه عن النهاية لما يجي يتكلم عن نهاية العالم، أول حاجة تحصل، قال أول حاجة تحصل سماها إيه؟ الارتداد العظيم. إيه الارتداد العظيم؟ يعني إيه الارتداد العظيم؟ الارتداد العظيم الناس تسيب الكنيسة. وبعد ما يحصل الارتداد العظيم يجي إيه؟ ضد المسيح. فأول حاجة قال الراجل ده اللي هو ضد المسيح ده، مش هيجي غير لما يحصل الارتداد الأول. ما ينفعش يجي والدنيا لسه فيها كنيسه وفيها ناس مؤمنين وبيروحوا الكنيسه وبيصلوا وبيطلبوا ربنا وبيجروا ورا الملكوت. مش هيحصل، لازم الاول الارتداد. فعشان كده انا عايز ان احنا نبقى منتبهين ومتيقظين وصحيين لينا ولعيالنا، لان اللي هيثبت الى المنتهى فهذا ايه؟ يخلص. على النوت الثانيه، ان الحياه مع ربنا حياه حلوه. الانسان اللي عايز يدوق ربنا ما يركزش جامد قوي بره، بره مخيف ومزعج زي ما قال ربنا في العالم سيكون لكم ايه، لكن ثقوا انا. عشان ما نقعدش في الكآبة اللي انا بتكلم فيها دي واقول ابونا انت بتحزننا كل ما نيجي، فكر ان لينا حياة حلوة في ربنا يسوع المسيح، حياة سكر حلوة. الانسان اللي يتعلم الانسان المسيحي عنده اختيارين، عندك اختيارين، يا اما تتكيف مع العالم وتحاول تعيش فيه كويس وتنسى بقى كل حاجة تانية، يا اما تدور على الحلاوة اللي في المسيح وتقفل العالم وتخلي العالم ماشي زي ما هو عايز، وتشوف حياتك فين في المسيح. عشان كده القديس بولس قال لك ايه؟ انا قفلت كل حاجه واعتبرت كل حاجه زباله ورميتها لكي، قال ايه؟ اربح معرفه المسيح ربي وايه؟ واوجد فيه، الاقي نفسي فيه. يا بخت الانسان اللي لاقي نفسه في المسيح. لما يصحى الصبح بدري كده قبل الشمس ما تطلع، قبل ما الشغل يجي، ويدوس على نفسه شويه ويجمع المن بتاع الصبح، يقضي وقت مع ربنا ويفرح بيه اليوم كله ولا يفرق معاه. قال لك انقلبت الجبال الى قلب البحار، تعج المياه وتدجيش. احنا ما عندناش مشاكل،
ليه؟ لأنه له حياة تانية في مين؟ في ربنا، وروح القدس يديله التعزية. قال لهم كده: ثقوا أنا قد غلبت العالم. اللي له مكان في ربنا يسوع المسيح بيغلب. وقف قدام بيلاطس، وقف قدام هيرودس. من الحاجات اللي لما تيجي تقرا كويس الانجيل وتدرسوا القصه بتاعت اسبوع الالام وبالذات الجمعه الكبيره، شوفوا ان ربنا واقف قدام الناس دي ولا فارق معاه حد بتعريفه، ولا فارق معاه حد. هيرودس يقول له: اديني معجزه، وريني حاجه عشان اخلصك. بيلاطس يقول له: مش عارف ان انا عندي، الناس مستعجبين، مش عارف ان انت ان انا عندي سلطان ان انا اطلعك من القصه دي؟ قال له: ما عندكش سلطان الا تعطى من فوق. ولا يفرق معاه خالص لغايه اخر لحظه، لدرجه ان قائد المئة قال: هذا بالحقيقة ابن الله. الراجل ده ثابت ازاي؟ ايه الهدوء ده؟ استعجب جدا، الدنيا مقلوبة عليه وكلهم عايزين يقطعوه، وهم قطعوه فعلا، وهو بيقطعوه ولا يفرق معاه حاجة. كل كلامه كان مع مين؟ مع الآب: اغفر له، بيديك استودع روحي، لماذا تركتني؟ كلام كله مع أبوه. واحنا هكذا أيضا لينا في ربنا يسوع المسيح سلام، لينا سلام، لينا مكان فيه. اللي له مكان في المسيح يبقى جاهز ان يستغنى عن اي شيء، يحسب اي شيء نفايه. تعب مش مهم، هنتعب شويه احسن دلوقتي بدل ما نتعب بعدين. حاجه معطلاني ان انا ابقى افكر في ربنا واخلي نفسي فيه واخلي قلبي فيه، اشيلها، دي زباله ملهاش اي لازمه عندي، مش عايزينها. هكذا فعل كل القديسين، القديسين كلهم عملوا كده. قولي لي عن واحد فيهم ما استغناش عن العالم. انتبهوا، لان الوضع ده ما اصبحش اختياري، ده اصبح اجباري. بقاش دلوقتي هنخش على ايام الجايه دي، يا يمين يا شمال، ما فيش حد يقدر يستخبى. الايام دي هتكشف مين اللي فعلا عايز ربنا ولا لا. هنبدا نشوفها، هنشوف مين فعلا اللي عايز ربنا، مين اللي مش تفرق معاه. المستغني، دي كلمه صعبه قوي، مش هنشوفه. واللي عايز ربنا مش هتفرق معاه بقى حر برد صبح ليل. ربنا يديكوا القوة دي ويشجعكوا ويحافظ عليكوا. ما تخافوش من حاجة، مش حاجة تخوف، مفيش أي شيء في الدنيا يخوف. اللي معاه ربنا يسوع المسيح ما يخافش من حاجة. يديكوا القوة والنعمة والصحة، يحافظ عليكوا وعلى أولادكوا، لمجد الآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان دهاته وكل عامين.